منذ أيام قليلة أصدرت شركة ريلمي هاتف ريلمي 10 نسخة 4G، والذي يكرس رؤية ريلمي المبنية على تقديم تجربة متكاملة للمستخدم من حيث التصميم والأداء والجودة بأسعار منافسة، خاصة بعد توسع الشركة في مختلف الأسواق العالمية بما فيها الأسواق العربية. اليوم سنقدم لكم مراجعتنا الكاملة لهاتف ريلمي 10 نسخة 4G بشكل موضوعي وبعد التجربة. هيا بنا. التصميم: ينتمي الهاتف للفئة المتوسطة التي تقترب من كونها اقتصادية، إلا أن هذا لم يؤثر على تصميمه الذي يتميز بالأناقة والعصرية. الواجهة الأمامية تستحوذ عليها الشاشة بنسبة كبيرة 90.8% مع ثقب أعلى اليسار للكاميرا الأمامية وحافة في الأسفل. من الخلف نجد عدستين للكاميرا أعلى اليسار، العدسات بارزة مباشرة عن الظهر دون نافذة مخصصة تحتويها. ظهر الهاتف يتمتع بمظهر مثير، حيث يغطيه البلاستيك اللامع مع حبيبات بيضاء صغيرة تشبه النجوم في الفضاء، والفكرة التي استوحتها ريلمي في تصميم ظهر الهاتف. الإطار المحيط بالهيكل مسطح ويتصل بزاوية قائمة مع ظهر وواجهة الهاتف، وهذا ما يذكرنا بإطار هواتف الآيفون. عند مسك الهاتف تشعر بسهولة الحمل وراحة الاستخدام. الهاتف لا يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار رسمي. على يمين الهاتف نجد زر التشغيل مع قارئ بصمة مدمج بالإضافة لأزرار التحكم بالصوت، وعلى اليسار هناك مدخل تركيب شريحتي اتصال. من الأسفل هناك سماعة صوت خارجية ومنفذ USB من نوع C ومدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية، ومن أعلى هناك ميكروفون. أبعاد الهاتف جاءت على النحو التالي: وكما نشاهد الهاتف نحيف وخفيف الوزن، ما يجعل مسكته مريحة. وبشكل عام تصميم الهاتف مميز وغريب، لكن فكرة تصميمه أعجبتنا. الشاشة والصوت: جاءت شاشة هاتف ريلمي 10 بلوحة مسطحة من نوع سوبر أموليد محمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا جلاس 5، مقاسها 6.4 إنش وجودتها فول اتش دي بلس، وتدعم معدل تحديث يصل ل 90 هرتز. الشاشة طبعا ليست رائدة، لكنها قدمت تجربة مميزة وعرضت المحتوى بشكل جميل، ولبسنا السلاسة المتوقعة عند التنقل بالقوائم وداخل الألعاب. بالنسبة للصوت، يحتوي الهاتف على مكبر صوت واحد، أي أنه لا يوجد سماعات ستيريو. بالرغم من ذلك حصلنا من خلال مكبر الصوت على تجربة صوتية قوية بصوت عال. الخبر الجيد أيضا أنه يوجد مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. الأداء: من حيث الأداء، الهاتف يأتي بمعالج هيليو جي 99 من ميديا تيك والمصنع بمعمارية 6 نانومتر وثمان نواة بسرعة قصوى تصل ل 2.2 جيجا هرتز. معالج الرسوميات هو مالي جي 57 MC2. قدم الهاتف أداء جيدا وأبلى بلاء حسنا في معظم الاستخدامات. وبالنسبة للألعاب وجدنا أداء الهاتف جيدا، وهذا عززه معدل التحديث العالي. استطعنا تشغيل لعبة PUBG موبايل بشكل مستقر مع معدل تحديث 40 هرتز، وأمامكم نتائج اختبارات كسر السرعة على مختلف المنصات. يأتي الجهاز بثلاثة خيارات للرام ومساحة التخزين: 4 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت ذاكرة، 8 جيجا بايت رام و128 ذاكرة، 8 جيجا بايت رام و256 جيجا بايت ذاكرة. الذاكرة من نوع UFS 2.2. هذه خيارات جيدة، لكن استغربنا قدوم الهاتف بإصداره الأساسي ب4 جيجا بايت فقط من ذاكرة الرام، حيث كنا نتوقع 6 جيجا بايت على الأقل. لكن بالمقابل منحت ريلمي الهاتف القدرة على استخدام جزء من ذاكرة التخزين على أساس ذاكرة رام Dynamic RAM، وهذا ما يسمح برفع ذاكرة الرام 8 جيجا بايت إضافية افتراضيا للقيام ببعض المهام التي تتطلب استهلاك رام عالي. وبالنسبة لتوسيع المساحة، يسمح الهاتف بتركيب شريحة تخزين خارجية مكان إحدى شرائح الاتصال. النظام: يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 من جوجل مع واجهة ريلمي UI 3.0. تم التركيز في النظام على الأداء بالإضافة إلى استغلال قدرات المعالج على أكمل وجه. النظام يدعم اللغة العربية بشكل طبيعي، وكما تحدثنا سابقا يسمح النظام باستخدام 8 جيجا بايت من مساحة التخزين بشكل افتراضي كذاكرة رام لتعزيز الأداء أيضا والحفاظ على التطبيقات المفتوحة في الخلفية. الكاميرا: انتقالا للكاميرا، جاءت الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات. العدسة الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 تدعم التركيز التلقائي. الكاميرا تدعم التركيز التلقائي ومزودة بتقنية برو لايت لالتقاط الألوان بشكل أفضل. العدسة الثانية أبيض وأسود، جاءت بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.4، ولها استخدامات متخصصة في معاونة العدسة الأساسية. الكاميرا تدعم التصوير بالبعد الديناميكي العالي HDR، وتستطيع تصوير مقاطع فيديو مع نمط ألترا
ستيدي فيديو الذي يستخدم البرمجيات للحد من الاهتزاز. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.45، قدمت صورة سيلفي جيدة وواضحة مع الكثير من التفاصيل وتدعم البورتري. العدسة الأمامية بدورها تدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة فول اتش دي بتردد 30 إطارا في الثانية. وهناك نمط ألترا ستيدي فيديو أيضا. بشكل عام تقدم الكاميرات تجربة مقبولة سواء بالتصوير الأمامي أو الخلفي، لكنها محدودة نوعا ما، فليس هناك عدسة تليفوتو للتخريب البصري ولا عدسة فائقة الاتساع لالتقاط صور بزاوية رؤية واسعة. الاتصال. يسمح الهاتف بتركيب شريحات اتصال من نوع نانو سيم، وما أن هذه النسخة هي 4G، بالتالي يدعم الهاتف الاتصال بشبكات LTE بدون 5G. الهاتف يتميز بدعم البلوتوث إصدار 5.3 الأحدث، وهناك دعم لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC. البطارية والشحن. يتضمن هاتف ريلمي 10 بطارية بحجم 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط عبر مدخل USB من نوع C. الجميل أن الشاحن متوفر داخل علبة الهاتف، وبطبيعة الحال الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي. على أرض الواقع أداء البطارية كان جيدا وصمدت لفترة طويلة من الاستخدام، أي تقريبا يوما كاملا من الاستخدام المتوسط إلى الثقيل، وبالطبع ستصمد لأكثر من يوم إذا كان استخدامك خفيفا. التوفر والسعر. يبدأ سعر هاتف ريلمي 10 من $271 لنسخة 4 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت ذاكرة. الألوان المتاحة هي الأسود والأبيض، والهاتف سيتوفر قريبا في البلدان العربية، ويمكنكم الحصول على فرصة شراء الهاتف بسعر مميز $190 خلال الفترة ما بين 10 و 12 من نوفمبر، بالإضافة لخصم إضافي لمتابعي رقم تي في عند استخدام الكود الذي تركناه لكم أسفل الفيديو. أعجبنا. تصميم الهاتف جميل ومميز، مسكة الهاتف مريحة، الشاشة تقدم تجربة ممتازة ومشبعة الألوان، مستشعر بصمة الإصبع سريع الاستجابة، الشاحن متوفر داخل العلبة، علبة الهاتف تتضمن غطاء للهاتف وزجاجة حماية للشاشة، سعر الهاتف جيد مقارنة بإمكانياته خاصة بعد الخصم. لم يعجبنا. الإصدار الأولي للهاتف يأتي بسعة رام 4 جيجا بايت فقط، إمكانيات التصوير محدودة بسبب قلة العدسات. رأي رقمي. يعد هاتف ريلمي 10 هاتفا منافسا من عدة جوانب، وبداية بالتصميم المميز والنادر إلى الشاشة الجميلة والأداء القوي بسبب المعالج الفريد ضمن فئته. كنا نتمنى قدرات أكبر للكاميرا، لكن هذا لا ينفي فكرة أن الهاتف قدم تجربة تصوير محترمة ضمن فئته السعرية. كان هذا رأي رقمي حول هاتف ريلمي 10. الآن شاركونا رأيكم أنتم حول الهاتف في التعليقات. نراكم في حلقات أخرى من رأي رقمي على قناة الرقم تي في.